شو نستمر هكذا بهالضرب؟ يعني هي ايش يريدون من عندنا؟ احنا كنا امنا نروح على البيع ونرجع، ايش يريدون من عندنا هيم؟ يا بيت الله يجيزهم يا بيت الصلاة. Stay calm. I say everybody, stay down, stay calm. Everybody sit down and keep calm, okay? We take you all up. ضبابية الأوضاع في بلد الأقليات جعلت معاناة المسيحيين تتأرجح ما بين مهجر ومهدد، حتى نرى في نظرة أبا فراس قصة اختزلت جزءا من معاناة المسيحيين في العراق والذين باتوا بين مطرقة الجوع وسندان الخوف. فأجينا احنا مهجرين محافظة بابل، فتنعاني احنا من الاشكال هاي الحياة الفد مرة، مثلا ماكو لا احترام لا كل شيء، لا مثل يجون جماعة يوعدوك على تريد وين تروح، كل شيء ماكو. زين انت مقدم على هجرة اولادك؟ قدم 3 مرات. على من مقدم؟ على السويد. على السويد. أولادك وين؟ هم بالسويد. هاي مقدم عليهم يعني مقابلة، رحت 3 مرات لإيران ما حصلت كل شيء. طالب بس شلون عايش؟ من تصرف؟ تقاعد غير عايشين من التقاعد، تقاعد 900 ما يكم ما يكفيك الشهر كله، يعني نص ما يكفيك، 400 شو تكفيك يعني. فاحنا دعاني هي هاي معاناة الهجرة، مو مثل ما انت بيتك مثل قاعد وتصرف براحتك. وفي ظل أوضاع مرتبكة عصفت في البلد منذ 2003 ولحد الآن، بدأت هجرة المسيحيين تزداد شيئا فشيء، حتى وصلت أعدادهم في بابل إلى 16 عائلة جلها تروم الهجرة خارج البلد للحفاظ على حياتهم. فيما يخص في كنيسة مريم العذراء في محافظة بابل، في سنة 2000-2001-2002 كان هناك عدد العوائل الموجودة ما يقارب 150 عائلة أو 175 عائلة يتزاولون أعمالهم. يعني في عام 2003-2004-2005 يعني افتقدنا هاي العوائل اللي أغلبيتهم سافروا إلى مناطق أخرى كأقليم كردستان أو في مناطق يعني خارج البلد. السبب يعني تدري بالوضع اللي يعني ضغوطات يعني 100%، هذا عامل يعني واحد من أهم العوامل. والعامل الثاني العامل الرئيسي هو قلة التعيينات، يعني هذا عامل كلش مهم، بينما هناك موجود في الشمال أكو تعيينات وأكو ترحيب يعني العوائل المسيحية، هذا موجود. أحكي لي من 2005 لحد 2016 كم عائلة بقت؟ 2007-2008 تقريبا بقينا 40 عائلة، ولحد 2015 بقينا تقريبا 14 عائلة. من ضمن ذلك 14 عائلة هي 6 عوائل نازح جاية من مناطق الشمالية أحداث داعش عام 2014-2015، فنسحوا هنا إلى كنيسة مريم العذراء، وعندنا عائلتين خارج قاعدة في مناطق أخرى في محافظة بابل. هاي الأسباب الرئيسية اللي هي موجودة في محافظة بابل وكنيسة مريم العذراء. حاليا كأشخاص كم شخص؟ ما يتجاوزون 35 شخص في محافظة بابل فقط. واني راجعت المحافظة ومجلس محافظة على مدى التعيينات ووعدوني، والوعود كلها كاذبة بكاذبة بكاذبة، ومن هيك هجروا العوائل المسيحية هاجروا إلى مناطق أخرى. شمال بابل في الإسكندرية كان عندنا تقريبا ما يقارب 7-8 عوائل، أي تقريبا أي يعني 7-8 هذه لحد 2005.
موجودة. اي الان ماكو ولا عائلة، كلها سافرت الى شمال العراق ولا تركيا، قدموا على اليو ان ومن هناك يسافرون خارج البلدان معنا. والسبب هم الضغوطات. العوائل المسيحية في بابل والتي لم تتجاوز أعدادهم إلى 35 فردا من بينهم 6 عوائل مهجرة، هم أيضا لم ينجوا من معاناة الحياة التي رافقتهم بالكثير من جوانبها، فلم يعد لديهم خيار غير أن يقطنوا الكنيسة بلا عمل، ولا يستطيعوا حتى ممارسة طقوسهم الدينية. عددنا 6 عوائل قاعدين بالكنيسة، كنيسة مريم العذراء، إضافة إلى عوائل الحلة، يعني تقريبا إحنا 12 عائلة، يعني عوائل مهجرة وعوائل الحلة 12 عائلة. الوضع صعب جدا من ناحية المسكن طبعا، من ناحية الأمور المادية والاقتصادية، بغض النظر عن التقشف اللي صار بالبلد والحرب إلى آخره، يعني الوضع غير مستقر، الكل تريد تهاجر، الكل حتى العوائل الموجودة في الحلة، العوائل البابلية تريد تهاجر لأنه الوضع صعب جدا، تعيينات ماكو، استقرار ماكو، حتى بالنسبة حتى الطقوس يعني كطقوسنا ما تقدر نمارسها بسبب الفوضى وال يعني الظروف الأمنية ما تسمح أنه يعني حتى من بغداد مثلا يجي رجل دين قس، هاي منذ سنوات يعني هذا الأمر، فهذا موضوع صعب يعني من العيد للعيد نمارس طقوسنا كقداس، يعني هذه طبعا أمور صعبة. إحنا نعيش في فراغ، الناشد الحكومة، الناشد الحكومة المركزية، الناشد المنظمات الإنسانية، الناشد كل الطيبين في العراق والعالم انه يشوفون حل. ما قضيت انه يعني احنا مجموعه صغيره موجوده بالحله. وعلى الرغم من سلميه التعايش بينهم وبين الاغلبيه، فمنهم من يجد ان هجرتهم بعيدا عنهم اصابتهم بالالم والحسره، لكن الامنيه توجت الحديث فجاءت كن بعيد طالما تشعر بالسعاده. بالنسبه الى اخواننا المسيحيين العراقيين، يعني احنا تعايشنا وياهم لفتره سنين كجيران او كمنطقه واحده، وكنا نلمس يعني هذه روح التسامح والمحبه بينهم وبين بقيه الناس اللي تتعايش وياهم. ومن هذا المنطلق مما يؤلمنا جدا انه هو هذه الشريحه الاجتماعيه او هذا المكون المسيحي العراقي تعرض إلى الاضطهاد وإلى التهجير وإلى القسوة بحقه والإساءة إليه. يعني هذه الشريحة الاجتماعية العراقية التي لها دور بارز في بناء المجتمع العراقي، هم يمتازون بهذه الصفات الإنسانية، صفات المحبة والسلام، أن يكونوا ضمن ضحايا هاي الهجمة، هجمة الظلامية، هجمة الحاقدة على كل البشر، ومنهم المسيحيين، أخوتنا المسيحيين في العراق. لذلك يعني أنا يعني أطالب أنه الجهات الأخرى وفي العالم وفي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أن تعمل على إعادة هؤلاء المسيحيين إلى بلدهم وضمان حياتهم وإعادة حقوقهم في العيش في العراق كأي مواطن آخر، لأنه ناس محبين للسلام وناس متسامحين ولهم الألفة والتقبل من الآخر لما يملكوا من هاي الصفات الإنسانية الجميلة. نتمنى من هذا أنه يكون لإخوتنا المسيحيين العودة إلى وطنهم العراق ونعيش بحب وسلام. الحكومة المحلية في بابل غير آبها لتلك الهجرة، إلا أنها وقفت عاجزة ومكتوفة الأيدي عن تقديم المساعدة لهم في ظل ظروف صعبة اكتسحت المسيحيين في المحافظة. حقيقة كان هناك نقاش كبير وطويل في مجلس محافظة بابل مع الكثير من أعضاء المجلس، وخصوصا فيما يتعلق بهجرة الأخوة المسيحيين من محافظة بابل للظروف الصعبة التي مر بها العراق، وكان هنالك
تعاون كبير من الأخوة في المجلس، وبادرنا بزيارة عدد من العوائل وطمأنا هذه العوائل من أنهم عراقيين قبل أن يكونوا مسيحيين، وتعاملنا معهم على هذا المستوى. وقامت كما قلت لك مديرية شرطة بابل وكذلك قيادة شرطة بابل وكذلك قيادة العمليات بتوفير الحماية لهذه العوائل ومن أجل الحفاظ عليها ومنعها حقيقة من خلال توفير الأمن لها من الهجرة خارج البلد وخارج العراق، لأن العراق اليوم حقيقة محتاج لجميع أبنائه بجميع مكوناتهم وأطيافهم. الكنيسة وكما تروها وكأن لسان حالها يقول أين من كان هنا لأداء الصلاة، فهجرة الأرض واستبدال الأوطان أمر قد يكون طبيعيا، أما هجرة الرب فالأقدار كتبته عليهم لتكون عبادتهم إن أتيحت لهم الفرصة. يوم الأحد هو يوم قداس المسيحيين المتواجدين في محافظة بابل، وتعرف احنا في محافظة بابل ما يجينا القس إلى كل سنة، يعني هذا عامل رئيسي جدا، يعني الناس بحاجة إلى الصلاة، بحاجة إلى الإيمان، بحاجة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا ما وجدناه في محافظة بابل. ليش السبب؟ السبب أنه القداس يجي كل سنة، وهذا نوع من الأسباب الموجودة في محافظة بابل. مع وقات ذكرتها أنه القداس يوم واحد فقط في السنة، يعني هذا عامل رئيسي، يعني لازم احنا الطقوس نمارسها يوميا، فاحنا القس يجينا كل سنة، وهذا واحد من المعوقات الموجودة في محافظة بابل، يعني هو يعني الشكل الرئيسي في محافظة بابل ان القداس يكون لازم يوميا، يعني في اقليم كردستان القداس موجود يوميا وزادا الاحد صباحا ومساء. هاي المعوقات الموجودة في العوائل المسيحية لطلب القداس لازم يكون يوميا. 2015-2016 بقت عدد العوائل الموجودة حاليا 13 إلى 14 عائلة، من ضمنها 13 و14 عائلة اللي هي 4 5 عوائل 6 عوائل نازحة موجودة في كنيسة مريم العذراء، وهاي العوائل النازحة يعني أمانة الله، يعني أحكيها أمانة الله، لأنه يعني عوائل متدمرة، عوائل يعني لا غذائية لا رواتب، صارم سنتين يعني ما نقدر نسوي لهم، احنا كمسؤولين كنيسة ما نقدر نسوي لهم الشيء اللي يريدوه، يعني صعب جدا جدا، يعني بصراحة احنا امانة الله نحكيها، يعني الحكومة كل دور ما لها، كل دور الحكومة ما لها، يعني ما اجاني شخص كانوا عوائل بسكندرية شمال باب لكم مضايقات، هو كانوا موجود بالاسكندريه بس كلها سافرت بسبب الهجمات بالاسكندريه ومضايقات، سافروا الى شمال العراق او سافروا الى خارج البلد. تقريبا كانوا عدد العوائل الموجوده في الاسكندريه 14 عائله حاليا. كم اي هسه ماكو ولا عائله موجوده بالاسكندريه. ديوانيه كان عندنا تقريبا 22 عائله، بقت عائله واحده فقط هم تجينا كل سنه تمارس طقوسها الدينيه، كل سنة كل يوم 1/1 أو 25/12 تجي تمارس طقوسها الدينية يوم 25/12، هاي العائلة في الديوانية، وبقينا احنا هنا 14 عائلة 13 عائلة مسيحية حاليا عام 2016. وبين عليل وفقير ومصارع للموت تنتظر الكثير من العوائل الفرصة المناسبة للخروج من العراق لتشق طريقا جديدا متجهين نحو المجهول بعيدا عن أرض الأقليات، بعد أن تحولت أرضهم محطة لصراع فكري وعقائدي ليكون ماكنة لصناعة الموت.